عايز استأذنكم نروح لموضوع مؤلم مما لا شك فيه وشائك أيضا مما لا شك فيه، موضوع ترميمات مسجد المرسي أبو العباس. مرسي أبو العباس اترمم زي ما احنا كلنا عارفين، وده شيء بالنسبة لنا يسعدنا جدا، وتم إصدار رخصة بالترميم، تمام؟ أصبح عندنا متداول بعض الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تداولها ونشرها وانتشرت انتشار النار في الهشيم للقبة الداخلية بتاعة هذا المسجد وصحنه قبل الترميم ثم بعد الترميم. هل أنا دخلت المرسي شفت بنفسي؟ ما دخلتش، كويس؟ إلا أنه الكثيرين من الموثوق بهم دخلوا شافوا، فلقوا ان القبة كانت شيء من جوه وبقت شيء تاني. البعض فسر ده وقال اصل مسجد المرسي ابو العباس اللي قدامكوا ده مبني في ثلاثينيات القرن العشرين فلا يعد اثرا، ودي في حد ذاتها مشكلة لان دي متعلقة بالقانون 84 او قانون 1984 اللي بيحدد الاثر بانه تاريخه يبقى 100 سنة في وقت اصدار القانون، يعني كل اي حاجة في الدنيا بعد 1884 طبقا اظن كانت المادة الثانية من هذا القانون قانون 84 لا تعتبر اثرا، وده عوار في هذا القانون ووجب علينا ان احنا نعالجه، ويمكن وجب على هذا الرجل بالتحديد هو وزملائه في لجنة الآثار بمجلس النواب، هذا الرجل اللي انا بشاور لك عليه ده الحوافريت. لكن يجي سؤال اهم، حتى وان لم يكن اثرا هل احنا نبوظ الطراز المعماري او التصميم الداخلي بتاع هذا المسجد في سيرته الاولى؟ بص بقى الصوره دي، الصوره اللي موجوده كان كده شكل النقوش اللي حضرتك شايفها دي، ثم اصبح كده. فان لم يكن اثرا فيجي سؤال، وايهما اجمل؟ اكيد اللي فيها النقوش، محدش هيختلف على ده على الاطلاق، واخد بالك؟ طيب الناحية التانية اللي هي بعد الترميم، أنا حاسس إن أنا بدهر سقف بيتنا، ده دهارة. طب إحنا عملنا كده ليه؟ ومين اللي مسؤول عن ده برضه؟ خليني أسأل على التليفون بكل الترحيب والمودة والله، بس عايزين نعرف دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إيه اللي حصل في القبة من الجوة في مسجد المرسي أبو العباس؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أوضح لحضرتك الموضوع بتاع قبة المسجد. القبة بتاعت المسجد يا أستاذ يوسف فيها زخارف جبسية كانت موجودة في قبة المسجد، ونتيجة لما أصاب الحديد اللي داخل سقف القبة حدث فيه تآكل، الحديد بتاع سقف القبة حدث فيه تآكل نتيجة تشبعه بمياه الأمطار، وده شكل خطورة داهمة على حياة المصابين، وتسبب في إن في بعض القطع الجبسية اللي كانت موجودة في سقف القبة دي بدأت تتساقط. وعلى الفور المديرية عملت إخطار، وبالفعل تم إسناد عملية لبرق الخطورة العاجلة للمقاول السنوي للمديرية. ولكن اللي حضرتك شفته ده جاري عمل اللازم فيما يخصه لإسناد عملية التطوير الشاملة دي الخاصة بالمسجد كله وقبة المسجد كمان بالتحديد لإحدى الشركات المتخصصة. وبالمناسبة الشركة دي هيكون من أهم مهام اللي هيتم أو اللي هتوكل إليها إعادة الشيء إلى أصله، بذات الزخارف اللي حضرتك شفتها في الصورة اللي حضرتك عرضتها الأول. أهو ده الكلام الحلو. أيوة ونتيجه الزخارف اللي سقطت دي طبعا نتيجه ان حدث التاكل في سقف القبه، ولكن العمليه اللي تمت من قبل المقاول السنوي التابع للمديريه كانت ما هي الا عمليه لدرء الخطوره اللي نتج عنها ان حدث فيه تساقط اكثر من مره. ولكن جاري عمل اللازم الان باسناد عمليه تطوير شامله للمسجد ككل وللقبه اللي تنتصف المسجد بالاخص وبالتحديد، واحد الشركات دي هتكون هي متخصصه في هذا المجال وفيما يخص يعني المساجد
التاريخية، يعني حتى وإن لم يكن المسجد أثر، فإحنا من دورنا إحنا كوزارة أوقاف كمان إحنا بنحافظ على الشكل التراثي للمسجد، وكمان لأنه هو بيعتبر درة المساجد في الإسكندرية. صحيح. خلينا نطمن يعني حضرتك، يعني اللي حصل ده كان علاج للقبة علشان ما يحصلش أي ما تتسببش في أي شيء خطير لأي من رواد المسجد والمصلين. لكن بالفعل حدث إن 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 في بعض الأجزاء سقطت من القبة دي بالفعل، والصور اللي صورتها المعاينة الهندسية موجود الحديد باين فيه التآكل الشديد اللي تسبب في سقوط القطع دي، فعملنا كده لدرء الخطورة. نعم طبعا الإجراء طيب. اللي حدث ده هو إجراء عاجل تام لدرء الخطورة العاجلة. حلو قوي. أنا علشان بأكد على الكلام، إذا حضراتكم كمان أسندتوا لشركة متخصصة في الترميم بحيث إنه تعيد القبة إلى نفس ذات زخارفها. بالفعل هو جاري عمل اللازم لعملية الإسناد. طبعا حضرتك عارف إن عملية الإسناد دي بتاخد بعض الإجراءات، ولكن هيكون هناك شركة متخصصة تتولى هذا الأمر لعملية التطوير في المسجد، عملية تطوير شاملة للمسجد كله وبالتحديد وبالأخص للقبة. وهيكون من بين مهام الشركة دي الأولى إن هي تعيد الشيء إلى أصله. أيوة. وذات الزخارف اللي كانت موجودة فيه. ده كلام زي الفل. عايز أنا أطمن حضرتك إن المسجد بابه مازال مفتوح، والمسجد مفتوح للصلاة، وبتقام فيه الشعائر لحين الانتهاء من إسناد عملية التطوير الشاملة إن شاء الله. بإذن الله. هيشتغل بقى في شهر رمضان بإذن الله ولا إيه؟ بإذن الله. بإذن يا مسهل. ومسجد الإمام البصيري؟ إيه إن شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور. أشكرك يا دكتور وشكرا أنك طمنتنا. ألف شكر، كل الشكر للدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. طب احنا كده خرجنا بحاجتين مهمين جدا من مكالمتنا مع الدكتور. واحد، أنه اللي حصل في القبة اتعمل علشان خاطر درء الخطورة التي قد تكون داهمة على رواد المسجد والمصلين. أدي واحد. اتنين، بتتم عملية الإسناد لإعادة المسجد لما كان عليه في أصله داخلا وخارجا، يعني التصميم والطراز المعماري للمسجد زي ما اتبنى في الثلاثينيات بإذن الله زي ما هو ويرمم ويعود إلى أصله. نفس القصة، التصميم الداخلي بزخارفه وكل مشتملاته وتفاصيله هتعاد إلى أصلها. الكلام اللي قلنا الدكتور عبد الله حسن متحدثا عن وزارة الأوقاف.